يجزي كيف شاء به الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أحبتي المشاهدين، استثمارنا لهذا اليوم عن موضوع هام ألا وهو تنظيم الوقت، in English time management. الكثير منا تمر عليه الساعات والأوقات والأيام والأزمنة وهو يريد أن يفعل شيئاً معين، للأسف لم يفعل منه إلا اليسير. دخل شهر رمضان، انتهى شهر رمضان، كنت أريد أن أختم القرآن وأصلي القيام، أخرج مع عائلتي وأفعل وأفعل وأفعل، لكن للأسف لم أعمل إلا شيئاً واحداً. لماذا؟ ما هو الداء؟ ألا وهو عدم إدارة الوقت بشيء. هناك دراسة من أحد الباحثين في أحد الجامعات الأوروبية كشفت نقاب عن رجل متوسط عمره 60 عام، وجدوا أنه 4 أشهر وهو يربط حذاءه، و6 أشهر يقف في إشارات المرور، و8 أعوام للأسف في أكل الطعام، و20 عاما في النوم. كيف ننظم أوقاتنا؟ مثال عملي بسيط، لنضع مهامنا اليومية الروتينية التي نريد أن نعملها كل يوم، ونضع معها المدة الزمنية الكافية لها. هنا نتعلم كيف نرتب أوقاتنا، لا يتحكم فيه أحد. إذا جاءك أحد لنخرج أخي، قل له تستطيع أن أخرج في وقت الراحة الفلانية، لا أستطيع أن أخرج معك الآن. فهنا وقتك هو ملك لك، تقيد به نفسك، تستطيع أن تعمل. فوض لابنك الصغير مثلا أعمال لا تريد أن تقوم بها كشخصك، فوض لزميلك، فوض لصديقك. هنا طرق بسيطة لإدارة الوقت. أتمنى أن تكونوا إخوتي أحبتي أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، وإلى لقاء آخر. هكذا أستثمر صيامي وأرتب أوقاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوم لله يجزي كيف شاء به، الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله.